جزيتم خيرا. الآن أعزائي المشاهدين نستمع إلى اتصالاتكم. أنا أرجو من الأخوة، نعم، محمد الصومالي من بريطانيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم جزاكم الله السلام خير ورحمة هذه الله البرنامج وبركاته. قيمة. عليكم اسمي محمد علي الصومالي، ساكن في لندن. أهلا كنا بك. كني أنا وأخ محمد حسن الصومالي مع عائلتنا وتشيعنا الحمد لله عن طريق البحث العلمي وكتب الستة بمساعدة محاضرات سماحة السيد الكامل السيد كامل الحيدري جزاه الله خيرا، والسيد ميلاني في مركز الكوي في لندن، والشيخ ياسر الحبيب والأستاذ محمد الكعبي. يعني لو تدخل لو تدخل في المداخلة والسؤال. ممكن أريد أن نصح أخوة السني أن لا تسمعوا الإفتراءات على الشيعة، كما قال سبحان الله وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب 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 أخي محمد، شكرا لك على الاتصال. اتصال آخر.